امبارح الأحزاب طلعت بيانات رحبت فيه بتشكيل مجلس الأمناء اللي أعلنته إدارة الحوار الوطني، وقالوا إن اختيارات أعضاء المجلس موفقة لأن فيها تنوع كبير وتمثل كمان كل التوجهات السياسية الوطنية، وده بالتأكيد هيكون ضمانة أساسية لنجاح الحوار. معنا للتعليق عبر الهاتف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى كل طاقم العمل. يا أهلا بسيادتك، إزاي شفتوا تشكيل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ال 19 اسم والاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة؟ من استقراء 19 عضو من أعضاء أمانة الحوار الوطني نلحظ أن هم متنوعي الثقافة والتخصصات، فمنهم السياسيون ومنهم الأكاديميون ومنهم رجال الأعمال ومنهم المتخصصين في مهن معينة. طبعا ده يشي بأن هناك حسن اختيار، والمقدمات المتشابهة طبعا زي ما تعلمنا تؤدي إلى نتائج متشابهة، وده يعني أن الحوار بالفعل سوف يكون مثمرا في بناء قواعد الجمهورية الجديدة. طبعا لما عرفنا واطلعنا على الاسماء، والاسماء طبعا معروفه، ومجرد ما بيعلن عن الاسم بتشوف تاريخه وعلاقاته وفكره، فده مش مجرد يعني حوار وينتهي، لا، ده حوار سيمتد لانه سوف يتم وضع توصيات تلتزم بها الدوله لأجيال عديدة وجيل 33 سنة، ولما نقول أجيال يعني قرن من الزمان، فهذا الحوار حوار تاريخي لم يسبق له مثيل، إن كل الحوارات اللي فاتت كانت مجرد حوارات مش ملهاش محددات وملهاش محاور، كانت مجرد حوارات عامة مجردة ملهاش أسس، إنما الحوار اللي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عهد به إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي هي أساس التطوير في البلاد. لما هو عهد للأكاديمية الوطنية للتدريب بهذا الأمر يعني حط النقاط فوق الحروف، يعني بيقول يا شعب مصر أنا مش بقول كلام مرسل، أنا مش مجرد بجتمع مع ناس وكل ونشرب شاي وقهوة وكل واحد يمشي، لا، ده وضع أسس حقيقية تجعل جميع الأحزاب تنظر إلى هذا الحوار وإلى سيادته بكل الاحترام. طيب هي الأستاذ خالد، يعني خليني آخد من حديث حضرتك، حضرتك تحدثت إنه المختلف في الحوار الوطني انه ليه اطر وليه اسس، واي حوار ناجح بيعتمد على اولويات. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، يعني هذه الاطر واولويات الحوار الوطني. طبعا هو الحوار الوطني له محاور، المحاور المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور الامن القومي. هذه المحاور محددة، الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بإعلامنا بهذه المحاور وتلقت مننا آرائنا وكل رؤى الأحزاب، وطلبت مننا وضع مخرجات تشكل آراء الأحزاب. المخرجات دي طبعا هي اللي هيدور عليها الحوار، وتم تجميعها وتم دراستها وتم تصنيفها بشكل يعني علمي، مش بشكل ارتجالي او بشكل فيه عشوائية. ولاحظنا ذلك عندما زرنا الأكاديمية الوطنية للتدريب، فتكشف لنا أن كل ما كتبناه وكل ما ذكرناه في الأطروحات والرؤى بتاعتنا كأحزاب سياسية بالفعل تم دراستها. عظيم.
وتم تصنيفها. وهو ده يا فندم الغرض من هذا الحوار الوطني. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. طيب لسه مكملين مع حضراتكم وبينضم لينا عبر الهاتف استاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وخلينا نعرف من حضرتك بدايه رؤيتك ل يعني زي ما تابعنا تشكيل مجلس الامناء للحوار الوطني. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها وعلى شعب مصر الرائع جدا. حقيقة اختيار موفق جدا، قام على معايير مهنية فنية تستند على أسس علمية تستهدف إلى تحقيق إنجاح الحوار الوطني. وبصراحة هو بيضم نخبة متميزة جدا لها باع طويل في العمل العام، وده تنوع هادف يؤدي دايما إلى نتائج وتطبيقات عملية تخدم الصالح العام طبعا بالقطع يعني. والحوار الوطني بمفهومه العام هو تطبيق النظام الديمقراطي، لأن الحوار هو ما بين طرفين دايما، ولابد أن الرؤى تتفق على هدف واحد وتحديد مسار هو إعلاء الصالح العام للدولة المصرية ومعالجة أوجه الكسور التي من الممكن أن تعوق كافة المجالات. لذا وضع الحوار الوطني عدة معايير مهمة جدا. المعايير هي في أهمية تنفيذ نتائج المؤتمر بعد مناقشات جادة للمحاور المستهدفة، وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. في المحور السياسي لابد أن يكون في مشاركة فعالة وتبادل للرؤى للوصول إلى أفضل نتائج لزيادة مساحة المشاركة السياسية لكافة الأحزاب المصرية دون تمييز بين حزب وآخر، وأن يكون كافة الأحزاب على مقربة من النظام باعتبار تطبيقات النص الدستوري للمادة الخامسة منه اللي بيقول إن الأحزاب السياسية جزء من النظام، وده اللي هو اتجه إليه. وبصراحة عايز في النقطة دي أشيد بقرار السيد الرئيس في الدعوة للحوار الوطني. السيد الرئيس السيسي عنده بعد نظر، راجل عنده خبرة كبيرة جدا في العمل العام، واستطاع بصراحة أنه يدي قبلة الحياة للأحزاب السياسية أنها تعود للساحة السياسية مرة أخرى، وأن تناقش برامجها وأن تفعل برامجها بما يرتبط بمصالح المجتمع المصري ومصالح الجماهير وبما يحقق مستهدفات الدولة المصرية التي تقوم على أسس سليمة ودراسات علمية متأنية، من خلالها نقدر نطلع بنتائج مثمرة تؤدي إلى حياة سياسية قوية جدا. وطبعا نظام الدولة دايما بيحرص على أنه يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة بكل تأكيد بكل تأكيد. الحوار في معناه أن احنا نوحد الرؤى ونضع أسس موحدة لمخرجات تؤدي بالقطع إلى نتائج حقيقية مثمرة. ولابد هنا كمان أن أنا أشير إلى ضرورة أن القوانين اللي سيتم وضعها من خلال النتائج المرجوة اللي هي هتطلع من الحوار الوطني لابد أن تتسع قاعدة المشاركة
للأفراد كمان، بحيث إن القوانين اللي موجودة قانون مباشر الحقوق السياسية لابد من تغيير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن إن كل المدن يكون لها ممثل في المحليات أو الشيوخ أو البرلمان. عظيم. كل المحاور يا فندم هيكون فيها بكل تأكيد أفكار من جانب الأحزاب ويتم مناقشتها للوصول في النهاية زي ما حضرتك قلت إلى قوانين تخدم مصلحة الوطن. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. لسه مكملين مع حضراتكم، ومعنا كمان دكتور ناصر سليمان رئيس حزب صوت مصر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بيك. ازاي استقبلتوا هذا الخبر تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني ومساله التنوع في التوجهات السياسيه والفكريه اهميتها ايه؟ والله احنا وجود جهه علميه منظمه لهذا الحوار تتسم بالحياديه الشديده، وده ده ده اختيار موفق يعني، لان احنا دلوقتي الجميع هيجلس للوصول الى رؤى مشتركه لتجديد الحياه السياسيه وحل المشكلات، ان كان في حل مشكلات او تقديم مقترحات زي اللي احنا المقترحات اللي احنا قدمناها. كل حزب قدم مقترحاته للاكاديميه الوطنيه للتدريب في حل المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه، وطبعا بكل ما فيه حتى المشكلات اللي تساهم الى حد كبير في جمع ولم الشمل وتوحيد الصف، وتشارك فيها احزاب مصر كلها والمجتمع المدني والوطني كله دون اقصاء، وهو يعني هينعكس بالايجاب على صوره الدوله المصريه بكل تاكيد. فندم بس خليني اعرف من حضرتك الاطروحات اللي قدمتوها لاداره الحوار الوطني. والله احنا قدمنا اطروحات، وبعد انا كنت مركز بصراحه على احنا لان الكل يتكلم او احنا مثلا احنا بنقول الحوار الوطني وليس الحوار السياسي، لكن احنا بنقول هي الوطن او الحوار الوطني او السياسي. السياسي هي الوصول الى بر الامان، السياسه اللي بتعرفها يعني. فاحنا قدمنا طبعا الرؤى بتاعتنا في كل المجالات، في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وطبعا واحنا ركزنا اصلا على الزراعه بالذات، المجال الزراعي، لان الزراعه تعتبر غذاء وكساء ودواء ووقود. يعني مش انا ركزت يعني بصراحه ان احنا اسمع الفلاحين ان الزراعه يعمل بها حوالي 60 مليون مصري، ومعهم الذين تكون حياتهم قائمه عليها ومرتبطه بها، وايضا من اهم اعمده الامن الاقتصادي والاجتماعي للدوله المصريه. فالاهتمام بالزراعه بالفلاحين عشان مش عشان انا من الفلاحين، لا انا بتكلم بكل مشاكل ممكن الاهتمام بكل مشاكل اللي بتواجه الفلاح، التحديات اللي بتواجه امر مهم ومقدر، يجب ان يكون مقدم على كل يعني عن اهميه الزراعه اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا. يعني حتى نابليون بالضبط كلمته الشهيره، الجيوش تمشي على بطونها، الجيوش تمشي على بطونها، ولا يغيب علينا ان الفلاح المصري هو اصل الحضاره، ونستعرض اهم المحاصيل اللي تقدم فيها مصر عن دول الاخرى في كثير جدا. احنا عندنا محاصيل يعني من حيث الانتاجيه في بعض محاصيل تضع مصر في عائد اقتصادي متاخر من هذه المحاصيل، وعلى سبيل المثال في انتاج التمور والزيتون المائده والخرشوف والفراوله والموالح والبطاطس والرمان ومحاصيل النباتات العضريه والبصل والثوم وثروه النحل الهامه جدا، خضروات وبعض الحبوب. لو اهتمينا بالزراعه وفعلا اهتمينا، احنا اصلا دوله زراعيه يعني دولة الاقتصاد صحيح. المصري يعني 70% او يعتبر 70% الاقتصاد المصري على الزراعه. مثال يعني بنقول ان احنا مثلا الزيتون التخفيف في العالم، احنا بننتج احنا رقم واحد في العالم من حيث الانتاجيه، ورقم 11 كعائد مادي. ما ينفعش، المفروض احنا رقم واحد في العالم يبقى رقم واحد في عائد مادي. عظيم. لكن بالتاكيد عندكم كمان مقترحات مش فقط للزراعه، يعني لباقي المحاور. احنا في كل المجال احنا اصلا حتى الحوار من ناحيه الحوار اللي احنا بنقول توحيد الصف اهم حاجه. احنا اولا احنا مش جايين بنضيف حاجه ان القياده السياسيه ما تعرفهاش، اللي هي قائمه في البلد بقياده الفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا هم عارفين كل شيء، ولكن احنا عايزين لم الشمل وجمع وتوحيد الصف وتشارك فيه قوة المجتمع المدني الوطني دون إقصاء، وهو سينعكس بالإيجاب على صورة الدولة المصرية في الخارج، ويكون ردا يعني قوي على دعاوي أهل الشر والمنظمات الحقوقية الغربية التي تدور في فلك الناس اللي عايزة الشر لمصر، لأنهم أصلا عاملين قنوات فضائية. الإنجازات شغالة في البلد،
وشايفين احنا في 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 الريف حتى المصري في في الطرق في في المدينه والريف في كل المحافظات شغل ما حصلش في اي دوله بهذا شغل الله ربنا يتمه على خير. لكن احنا هم بيضللونا ويطلع اكاذيب من عندهم وهم مش هم اصلا ايه هدفهم ما تعرفش. لكن احنا عايزين بفضل الله سبحانه وتعالى الحوار الوطني ده بالتاكيد يرد على كل هذه الادعاءات. يا دكتور ناصر طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور ناصر سليمان رئيس حزب صوت مصر الف شكر ليك يا فندم.